السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الكرام. لماذا علي أن أتحول إلى لغة الكوتلن؟ أكو عدة أسباب، عدة مزايا في لغة الكوتلن يعني تؤدي بيك أنك تتحول من لغة الجافا إلى لغة الكوتلن كمبرمج أندرويد على أندرويد ستوديو. فأنا راح أعرض الآن عدة مزايا، عدة أمور راح تخليك تفرق كبير أكو بعدد الأسطر البرمجية، مثلاً فرق بالجهد مالك، فرق بالوقت اللي تستغرقه بعمل البرنامجين، واضح؟ فنبدي مباشرة، راح اكتبها بسرعة يعني الامور اللي تفرق على الجافا من الكوتلن. اللي يعرف لغة الجافا راح يعرف ايش قد اكتب كل الامور، وطبعا اللي يعرف الكوتلن ايضا هم، فاللي ما راح اشرح كل شيء اكتبه يعني، فقط راح ابينه يعني. فاللي ما يعرف اللي يعرف الجافا راح يعرف ايش قد اعمل مباشرة كل الامور. اللي ما يعرف الجافا ايضا راح يلاحظ انه الفرق بالكود بين الجافا والكوتلن، يعني حتى اذا انت ما كنت بديت بعد باي لغه لا جافا ولا كوتلن راح تعرف انه راح تقارن، راح تشوف الفرق يعني. فهذا مهم جدا يعني. مال جافا تقول له كلاس سمينه مثلا تيست، اي اسم ماكو اي مشكله. بعدين تعمل public static void main one public static void main string مصفوف من string نصوص arcs او اي شيء تكتبونه، طبعا ماكو اي فرق بهذه الطريقه. بعدين تقول له system class system dot out، قلنا الاوت هو static dot print، والاخير تقول له hello world، او عفوا انا راح اكتب مثلا هلو حتى تفرق هلو جافا، وتخلي فارزة منقوط. هل اذا نفذنا له هذا الكود او ما يحتاج ننفذ يعني، واضحة الشغلة المفروض تعرفه يعني. فحاليا حتى بسرعة فقط الفيديو، فهذه الطريقة نطبع بيها هلو جافا بهذه الطريقة. شوف لغة الكوتلن، فقط اكتب مين راح تظهر لك راسا، واذا تريد تكتبها ايضا ممكن تكتبها اسهل فن فقط مين راسا بدون public و void static بدون اي شيء. هنا تكتب ال arcs parameter نوعه array of string فقط بهذه الطريقة. فقط قل هنا بدون system ولا اي شيء، فقط print، قل له مثلا هنا hello kotlin، والفارز المنقوطة ايضا اختياري، ممكن تخليها ممكن ما تخليها. شوف الفرق، هذه بجافا هاي بكوتلن. نجي ايضا على جملة الاف، مثلا جملة الاف والذين. شوف هنا مثلا راح نكتبها بداخل لغة الجافا، انتجر مثلا ان 1 رقم 1 يساوي 10 بهذه الطريقة، انتجر نم 2 يساوي 20 بهذه الطريقة. بعدين نقول له if n1، إذا كانت n1 أكبر من n2، عفوا n1 هنا نعمل n2 هذه، إذا كانت n1 أكبر من n2 اطبع القيمة الأكبر، اطبع ال n1 ونقول له system dot out dot print اطبع ال n1، واضح؟ وإلا طبعا فارزة منقوطة، قل له else بهذه الطريقة system dot out dot print، قل له اطبع ال n2، يعني أي منه من الأكبر اطبعه. حاليا اذا نفذنا راح يطبعنا طبعا ال n2 اللي هي 20، لان هي الاكبر. هذه بلغة الجافا. شوف لغة الكوتلن ممكن شي اختصار نختصر فقط داخل المين، اش نقول له؟ فقط المتغير ممكن نقول له var مثلا max يساوي if ال n1، طبعا نخليها هنا بهذه الطريقة var n1 يساوي 20، حتى ما يحتاج نقول لا انتجر ولا اي شيء، هو راح يعرف var n2
تساوي مثلا 30 او مثلا عفوا 10 مثلا، فنقول له هنا وضعناها مع المتغير على شكل expression، يعني تعبير جملة اف، لان هي الاف ليست جملة بالكوتلن، هي expression، هي تعبير، ليس مثل جافا. فنقول له اف ان 1 اكبر من ان 2، فقط بهذه الطريقة ايش تعمل؟ عمل ان 1، يعني خلي ان 1 للماكس، else ان 2، واضح؟ فحاليا لسه نريد نطبع، ايش نعمل؟ فقط نقول له برنت ايش للماكس بهذه الطريقة. حاليا نفس الشيء راح يطبع لنا ايش؟ يطبع لنا العشرين الأكبر، فقط شوف هذا السطر طبع العشرين، هذه الجملة هنا بالكوتلن وهذه بالجافا، هذه بالنسبة للإف. شوف بالنسبة للفانكشن مثلا جافا، مثلا احنا نعمل فانكشن خارج المين طبعا، لان يعني المين هي فانكشن ايضا لكن ستاتيك، يعني تجي مع الكلاس. فنعمل مثلا دالة هنا، نقول له public داخل الكلاس، public مثلا plus دالة لجمع قيمتين معينين، تاخذ ال integer n1 وايضا integer n2 حتى تجي معهم اثنين. طبعا الدالة لازم نعملها ايش؟ ترجع قيمة وما ترجع. اذا ما ترجع شيء مثل نعمل print، فنقول له void public void، لازم ما ترجع لنا اي شيء. فانا ايش نقول له؟ فقط نقول له مثلا متغير نعمل ايضا integer result مثلا يساوي n1 زائدا n2، واضح؟ قل له print عفوا اي java system dot out dot print، print اللي هي res، واضح؟ حيطبع لنا الجمع. حاليا بنستدعيها كيف؟ طبعا هي بجافا لازم نعملها بكلاس واحدة عفوا، كلاس مثلا نسمينه math هنا. فبهذه الطريقة فهنا نعمل كائن من هذا الكلاس، قل له مثلا الكلاس اسمه math، ونعمل كائن منه بهذه الطريقة بالكوتلن بالجافا، math مثلا object نسميها، الكائن يساوي new math وانتهى. بعدين نجي ناخذ الدالة اللي بينه، فنقول له من الكائن object dot plus، ونحط اي قيم اثنين مثلا وثلاثة، فراح يطبع لنا ناتج الجمع مالتهم بهذه الطريقة بلغة الجافا، واضح؟ كوتلن نشوف الفرق. شوف فقط خارج المين طبعا بدون كلاس بدون اي شيء، فقط قل فن سميها بلس مثلا، تاخذ ايضا ان 1 انتجر، تاخذ ان 2 ايضا انتجر، فقط قل له يساوي ان 1 زائدا ان 2، فقط بهذه الطريقة، واضح؟ حاليا هنا اذا نريد نستدعيها فقط نقول له print اسم الدالة plus مثلا ايضا اثنين ثلاث، نفس الطريقة بالضبط السابقة اللي هنا، واضح الفرق؟ ايضا اكو عدة امور اخرى، مثلا خلينا نجي على شغلة ايضا مهمة جدا جافا سواء يعني بجافا ولا بكوتلن، الداتا كلاس. عادة اللي نستخدم لغة الجافا لما يحتاج يضع البيانات، يضع بيانات معينة بكلاس، يعني كلاس يجعله يحمل بيانات معينة، لازم يعمل سيتر وجيتر، اللي هو واضح الجيتر حتى يجلب البيانات منه،
والستر حتى يضع البيانات بينه. فكيف تشوفه بجافا؟ راح نعمل كلاس سمينه مثلا داتا جافا، حتى نعرف انه هذا للجافا فقط. نعمله بهاي الطريقة. بعدين نعمل كونستراكتر بينه، نقول له public constructor نفس اسم الكلاس طبعا بجافا بهاي الطريقة يكون. نضع بينه متغيرات مثلا string مثلا name على سبيل المثال، وايضا اعرف المتغيرات هنا حتى نستدعيهم فقط من الكلاس عن طريق الكونستراكتر، يعني بدون ما نعمل كائن. فاول شيء نعمل المتغيرات هنا ايضا حتى يكون بالخارج string name integer داخل الكونستراكتر، فنقول له this حتى نشير اللي ذوي الخارج الدالة او الكونستراكتر dot name. ايش يساوي النيم اللي عندنا، النيم اللي وهنا داخل الكونستراكتر حتى ياخذه. job يساوي job اللي داخل الكونستراكتر بهذه الطريقة. فحاليا لازم نعمل لهم ستر وقدر، راح يكون طويل جدا، لكن طبعا اللي يعرف الجافا انه هي الوضع اللي اسهل منه انت تكتبه بيدك. ففقط تعمل هكذا، يعني كليك يمين هنا، قول له جنريت، قول له هنا جيتر اند ستر، فتختار هذول كلهم، تعمل لهم جيتر وستر. واضح؟ شوف بهاي الطريقة، كل واحدة من المتغيرات اعمل لهم اول شيء جيتر، واضح؟ وعمل له ايضا ستر. فالكتر حتى نرجع القيم اللي بيها، الستر حتى نضع قيم بيها، نضع له قيم في الداتا كلاس بهذه الطريقه. وايضا اكون احتاج احيانا لكلون، الكلون هنا هذه الداله، نحتاج ايضا داله اخرى احيانا اللي ايكولز. شوف هذا الكود كله بجافا حتى نعمل داتا كلاس، اللي ماكو شيء بجافا اسمه داتا كلاس. فتعملوا طريقه تعملوا بهاي الطريقه لازم. واضح؟ اللي يعرف جافا يعرف لا يكل لك يفتهم ايش قاعد. حاليا بكوتلن شوف احنا ايش عملنا الداتا كلاس، ايش بينو؟ نيم و ايج وجوب. بكوتلن هاي كلها ما تحتاج له، شوف السهولة. فقط اكو شيء اسمه داتا كلاس، قول له داتا كلاس سمينه مثلا داتا كوتلن، اي اسم طبعا. هنا خلي المتغيرات اللي تريده بينو، فار اول شيء نيم، نوع سترينج أو انتجر، هنا أيضا var job أو string. هذا السطر فقط يعادل هذا كله، واضح؟ يعني هنا فقط ما دام قلت له data class راح يعمل لك الستر والجيتر والكلون والكول، أي شيء تحتاجه منه فقط، ما يحتاج تعمل أي شيء، فقط هذه الطريقة وانتهت، والبقية المفروض تعرفه أنت. هذا الفرق بين الجافا والكوتلن بالداتا كلاس. موضوع اخر ايضا مهم، امسحوا هذا وامسح هذا، السنجلتون كلاس اللي هو الكلاس المفرد اللي احنا نريد اللي يقف ايضا بلغة الجافا، ايضا احتاج احيانا كثير امور. السنجلتون كلاس اللي هو الكلاس اللي تحتاج تعمل منه كائن واحد فقط، ما تقتل منه اكثر من كائن. كيف تعمل هذا بجافا؟ بجافا ماكو شيء اسمه سنجلتون كلاس مثل الداتا كلاس، ايضا ماكو. فلذلك انت تعمله لازم تعمل الكلاس بحيث ما حيطيق ياخذ الا كائن واحد منه فقط، وانت تختاره. واضح؟ فايش تقول بجافا؟ كلاس سنجلتون، اي اسم طبعا، انا سميته سنجلتون، اي اسم تريد تسمينه سمينه. فاول شيء نعمل ستاتيك حتى يكون على مستوى الكلاس، ستاتيك نلغي هذا الكائن فقط، فنقول له static نوع من هذا الكلاس سنجلتون نفسه كلاس مالنا، سمينه object مثلا او object يساوي new سنجلتون. واضح؟ داخل الكلاس عملنا الكائن من هذا الكلاس، حتى لا حيتيق يعمل غير هذا فقط. بعدين تعمل private يعني محمي، حتى ما حيتيق ياخذه ايضا، ما حيتيق يعمل كائن منه الكلاس مالك اللي هو سنجلتون بهذه الطريقة، فقط تحمينه بالبريفات. والخطوة الأخرى تعمل دالة تسترجع لك الكائن منه public
static singleton class get object. فقط هذا اللي يأخذه المستخدم. هنا ايش يرجع هذا؟ return. return يرجع الاوبجكت اللي عملناه داخل الكلاس. واضح؟ هذه الطريقة من السنجلتون كلاس. طبعا اللي يعرف الجافا يعرف التكملة، يعرف شو نستخدمه هذا، انه ما ممكن تعمل الا كائن واحد فقط. احنا عملناه هنا ورجعناه عن طريق هذه الدالة سنجلتون لنوع سنجلتون. واضح؟ حاليا فقط تقدر ترجعه عن طريق هذا الجيت اوبجكت، ما تقدر نعمل اي شيء اخر. بالكوتلن عملوا شيء اسمه اوبجكت، قل له اوبجكت سمينه ايضا مثلا سنجلتون، مثلا سنجلتون كوتلن حتى تفرق كوتلن بهذه الطريقة. فقط بهذه الطريقة هذه هذه فقط اللي عملتها تعادل هذه كلها. فقط لان اكو اوبجكت الجافا ماكو شيء اسمه اوبجكت، فلذلك انت تعمله بيدك. واضح؟ هذا ايضا مهم جدا، فرق كبير بيناتهم. يعني اكو امر اخر هو الاكستنشن فانكشن، هاي طبعا ما حكتبها بجافا لان اصلا ما تصير بجافا، تصير فقط بكوتلن. فما هي الاكستنشن فانكشن؟ تقول له فانكشن هنا مثلا سترينج. سترينج هي كلاس موجود، عفوا هنا المهم string dot هو string class طبعا. فنقول dot مثلا مثلا add، مثلا نعمل له دالة من عندنا اسمها add، هو ما بينه هاي الدالة. هاي الدالة ايش تستقبل مثلا؟ تستقبل مثلا val مثلا اي شي value نوعه string value، لما يصير val نوعه string وتطبع القيمة print، فقط تطبع مثلا اللي دخلنا له الفاليو فقط بهذه الطريقة. فالمهم ممكن تعمل لك انت، قول له ممكن تعمل string مثلا سميه اسمي بينه، شوف دوت احس عندك add ايضا، شوف add الاد هو شنو؟ راح ادخل بينه مثلا اسامة محمد مثلا. string هو class قلنا، فلذلك انا اعطيك اكتب string هنا، اكتب بينه ايش ما اريد. دوت الاد اللي عملتوه انا، هاي اسمها extension. طبعا ممكن تعمل انت class وتضيف له extension ايضا، مثلا اعمل class هنا plus يجمع عددين مثلا one integer و two ايضا integer. ساوي n1 زائدا n2 على سبيل المثال، فقط هذا وضعته بين هنا. اجي ايضا اطيق اعمل دالة هنا خارج الكلاس. شوف اذا كلاس عندك مثلا جهاز موجود بينه عدة عمليات مثل ماث، اعتبر بينه مثلا عدة عمليات، فقط هنا وضعته انا وحدي. فقط اذا اضيف للكلاس وخارج الكلاس، احتمال الكلاس غير قابل للقراءة مثلا وانت ما تعرف ايش بينه، ممكن تضيف مخارجه اكستنشن. فايش تقول مثلا function math اسم الكلاس دوت، اضيف له اي شيء مثلا، مثلا تقول له ايضا n1 نوع integer n2 ايضا نوع integer يساوي n1 في n2 بهذه الطريقة فقط. واضح؟ حاليا اذا عملنا طبعا ايضا عمل كائن من الكلاس كوتلن، شوف اسهل بكثير ايضا. فقط طلع متغير مثلا سمينه اوبجكت يساوي اسم الكلاس مباشرة فقط ماث، فقط بهذه الطريقة عملنا كائن اللي هو اوبجكت او اوبج. حاليا اذا غدي ناخذ الاوبجكت نطيق ناخذ منه شوف دوت بلس، قول له مثلا اثنين ثلاثة. واضح؟ وايضا قلنا object ممكن ناخذ منه ايضا ال multiply. شوف المل اثنين اربعة، ما
مع انه اللي يعرف بالاوبجكت اوريتد بروجرامينج كلاس ليس داخل الكلاس. كيف تقدر نوصلها من الكائن؟ لانه عملنا اكستنشن هنا للماث الكلاس، عملنا له فانكشن اكستنشن اللي هي سميناها اي شيف كان ممكن نضيفه. هذه الميزه ايضا ما موجوده بلغه الجافا، موجوده فقط بلغه الكوتلن. اكو ميزه اخرى يعني ما هذيك الميزه المهمه يعني، لكن ايضا ممكن تفيد. شوف مثلا عندك كلاسات، انت عندك مثلا كلاس سترينج، مثلا انت ما تدخل سترينج، انت تخيله باللغه العربيه مثلا. شوف اكو هنا تايب الليس بهذه الطريقه، تسمي مثلا اي شيء، انت مثلا نص، واضح نص يعني نصوص، يساوي سترينج. يعني كلاس سترينج حولته الى نص، سميته نص. مثلا ايضا هاي نفس الشيء، مثلا يعني رقم، واضح يساوي انتجر. حاليا نفس تقدر تستخدم الكلاس سترينج او انتجر. شوف تعرف مثلا متغير مثلا نمبر، واضح تخلي نوعه الان ممكن تخلي نوعه رقم. شوف بهاي الطريقه تعرف متغير اخر ايضا var مثلا نيم سترينج، فتقدر تخليها نص، واضح ممكن تخلي فيه مي قيم حسب ما تريد. ليش؟ مثلا انت ما يعجبك تستخدم سترينج وانتجر، مثلا تقدر تستخدم غير كلمات مكان اي كلمه تخلي. هذه مفيده ايضا مثلا اذا عندك تستخدم مكتبات مثلا باندرويد اندرويد ستوديو مثلا، او اذا استخدمت مكتبات من اي مكان. احيانا بيها كلاسات ما مفهومه يعني لغتها مثلا ما تعرفها باللغه الانجليزيه انت، او مثلا ما تفتهم طويل مثلا، فتخلي هذا الكلاس انت عن طريق هاي الكلمه تخلي له اي اسم تريده وتستخدمه بالبرنامج مالك عن طريق هذا المفتاح التايب الليس، واضح؟ هذه غير موجودة بجافا، أيضا موجودة بلغة الكوتلن فقط. أيضا أمور أخرى أكو بعد، أكو شغلة أخرى أيضا بالدوال. نعمل المين هنا نتركه، نعمل دالة function مثلا، مثلا نخليها أي اسم مثلا داتا نسميها، يساوي فراغ. خلي بيها أيضا مثلا الجوب نوع سترينج ايضا يساوي فراغ. تخلي بيه ايضا مثلا الادريس العنوان ايضا نخليه سترينج فقط كمثال يساوي فراغ. ايش يساوي هذه؟ يساوي print ln يعني خلي سطر اطبع، لكن اشن باي طريقة. شوف هنا تخليها حتى تطبع متغيرات، تخلي الدولار ساين علامة الدولار، اقول له نيم، عفوا نيم مسافة فقط، الجوب مسافة، الادرس بهذه الطريقة. شوف حاليا هاي الدالة بهاي السهولة. احنا عادة بالدوال بجافا انت اذا خليت هنا مثلا ثلاث بارامترات لازم لما تستقبله بالاستدعاء ايضا لازم تخلي ثلاث ارجومنت، واضح؟ يعني هسه حاليا لو بجافا نشتغل مثلا ايش راح تعمل هذه؟ لازم فتقول له داتا تستدعيها وتخلي بيها مثلا لازم النيم تخلي له مثلا العمل مثلا اكتب اي شيء المهم يعني فقط اكتب مثلا العنوان نكتب اي شيء ايضا بهذه الطريقه. حاليا اذا نطبعها نعمل لها ران راح تطبع لنا الناتج كله كل واحد بسطر. ممكن لا ما ناخذهم كلهم ايضا، شوف مثلا اخذنا اثنين فقط. شوف ممكن عادي، هي بالجافا ما ممكن، ما دام هنا ثلاثه بارامتر لازم هنا ثلاثة ارجمنت، بس كيفك تاخذ، واضح؟ هنا لا خذ واحد، خذهم كلهم، خذ واحد خذ اثنين ايش ما تريد تاخذ. بجافا ما حتقدر تعملها بهاي الطريقة، لازم تعمل لك عدة دوال حتى تعملها بهاي الطريقة، واضح؟ أيضا هناك الفرق آخر اللي هو الانترفيس الواجهات اللي هي في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج بالجافا. في الواجهة شوف كيف تنكتب انترفيس. الانترفيس بلغة الجافا بكل لغات البرمجة تقبل فقط عمليات أبستراكت، نوع العمليات مالها أبستراكت. كيف أبستراكت؟ يعني ما بيها جسم، ما بيها بدي، فقط تعمل العملية وتنفذها بالكلاس. يعني عندما تنفذ الواجهة الانترفيس بالكلاس بلاك كلاس آخر
راح يعني تخلي العملية جسم تشتغل هذه العملية تعمل لها اوفر رايد. شوف هنا انترفيس بهذه الطريقة، انتجر بلس مثلا واضح، خلي فيها متغيرين انتجر ان 1 انتجر مثلا، مثلا اقول ريتر ان 1 زائدا ان 2 على سبيل المثال. شوف ما يصير، شوف هنا ايش يخلي، يخلي انترفيس ميثود كانت هاف بادي، يعني ما يصير بيها جسم، ما يصير تنفذ بيها اي شيء بجافا بهذه الطريقه. لازم تمسحها هذه كلها وتخليها هكذا، هوني ماكو اي مشكله، ممكن تعمل لك اي عمليه تريد، ممكن تخلي بيها البارامترات، ممكن تشيلهم، ماكو اي فرق. لغة الجافا، شوف لغة الكوتلن صار اختلاف، فنقول له حاليا انترفيس نفس الشيء. كوتلن نعمل ريتر مال ايضا اللي هو الارجاع ماله، نعمل عملية اخرى ايضا يعني فانكشن مثلا سب فول انتجر ممكن ايضا بهاي الطريقة، يعني ما تعمل لجسم مثل الجافا، مثل اللي عملناها بجافا واضح؟ ممكن ما ترجع لاي شيء نفس الشيء ايضا، ما تخلي بيها حتى بارامترات. شوف بهاي الطريقة ايضا ممكن. فالانترفيس بلغة الكوتلن يختلف عن بقية لغات الاو او بي، بانه اول شيء ممكن تعمل عمليات ابستراكت وغير ابستراكت مثل اللي عملناها حاليا، فصار حاليا يشبه الكلاس. فلذلك اكو بالاو او بي اكو قصور كبير اللي هو عدم وجود وراثة متعددة. يعني انت بلغة الجافا وبلغة الكوتلن ما ممكن تورث من اكثر من كلاس، تورث من كلاس فقط واحد فقط عندما تنفذ. وايضا ممكن تعمل يعني تنفذ عدة عمليات واضح؟ عفوا تنفذ عدة واجهات وتورث من كلاس واحد فقط. بما انه بلغة الكوتلن الانترفيس اصبحت تشبه تشبه الكلاس، يعني بيها عمليات عادية موجودة، فما كثير راح تفرق عن الكلاس، يعني بيها فروقات لكن قليلة يعني. فلذلك أصبح كأنه بلغة الكوتلن أصبح كأنه عندك وراثة متعددة، بما أنه حتى بلغة الجافا تورث من أكثر من انترفيس، لكن الانترفيس تورث منه كل تنفذ عفوا ممكن تنفذ أكثر من انترفيس، لكن لما تنفذ انترفيس ما بيها عمليات، كله فقط جسم أبستراكت كله بدون جسم يعني. بينما بالكوتلن لا، راح تنفذها عدة واجهات وبيها الواجهات راح تكون تشبه الكلاس، فكان عملية وراثة متعددة انت بصورة غير مباشرة يعني. طبعا اكو ميزة اخرى ايضا، شوف عدة ميزات يعني. شوف ال نلسيفيتي ميزة مهمة جدا طبعا نسيت انا ما قلتها من البداية، ميزة مهمة جدا بلغة الكوتلن هي النلسيفيتي، يعني الامان من ناحية النل اللي هو الخطأ المشهور جدا اللي هو ال نل بوينتر اكسبشن او هاك الشيء. فبالجافا بالكوتلن ماكو هاك الشيء. فشوف حاليا بالجافا مثلا نعمل كلاس تست اي اسم سترينج سترينج مثلا نيم يساوي مثلا يساوي فقط اسمي ماكو اي مشكلة عفوا نيم يساوي نل واضح فراغ ما يمنعك بالجافا ما يمنعك ممكن تعمل فراغ عادي يعني لكن بعدين انت لما تجي راح تطبعه مثلا تقول له سيستم dot out dot print تطبع ال name dot length مثلا يعني الطول مالته. شوف انت افرض انه انت مثلا بالبرنامج كبير او بالنظام الكبير ومتستخدم مكتبات، انت ما راح تعرف هذا مكتوب null، انت ممكن تعمل متغير يعني المستخدم يدخل بينه قيمة مثلا، ممكن يدخل null ممكن يدخل اسمه مثلا، فإذا دخل نل راح يحسب له اللينث، إذا ما دخل نل راح يطبع له صفر مثلا. يعني أنت ما تقدر إنه يكون خطأ، تريد المستخدم حر يدخل أو لا. فشوفوا إنه ما ظهرنا أي خطأ حاليا. المستخدم هو ما دخل، دخل نل، ممكن يدخل اسم لكن هو دخل نل. حاليا إذا نفذنا شو حيظهر لك؟ خطأ نل بوينتر اكسبشن. واضح؟ بينما هنا ما ظهر لك هو خطأ. لكن خطأ ليش؟ يقول لك هاي اللينث هاي ما تقبل. ما تقبل إنه نل. يا تخلي قيمة يا ما تخلي، من تخلي هاي يظهر لك خطأ. من يظهر لك خطأ ايش معناها؟ يعني انت اذا كنت برنامج كامل معناها البرنامج توقف خطأ يعني. كيف تتجاوز بلغة الجافا؟
ايضا نفس صعوبة يعني، لكن شوف الفرق بالوقت والجهد. هنا تقول له بتشيها، بتقول له اف مثلا نيم فقط. اذا كان نيم لا يساوي، لا يساوي نل، في حال لا يساوي نل اطبع، واذا كان يساوي نل شوف نقول له else. اذا كان يساوي نل ايش تعمل؟ مثلا مثلا return كل شيء تعمل، المهم حتى لا يظهر خطأ فقط. واضح؟ نشوف حاليا اذا عملناها ايضا حاليا نل، شوف ما ظهر خطأ، ظهر فراغ. هذا ممكن تخيله يطبع قيمة اخرى، تقول له مثلا فراغ، المهم ما ينقطع البرنامج، ما يظهر خطأ يعني. شوف هذه تعملها هذه الطريقة بجافا. شوف بالكوتلن، كوتلن فقط قول له مين نيم، قول له var نيم نو سترينج يساوي نل. شوفونا بكوتلن اصلا ما قبل، ليش؟ يقول لك السترينج هي نل يعني نلابل، ما ممكن بيها نل، ما تقبل النل. انت شو خليت نل هنا؟ راسا ظهر لك خطا يعني. شوف شلون تعالج الخطا، تظهر هنا تضغط هنا، شوف وضع لك هالعلامة فقط هنا بعد السترينج توضع العلامة. هاي ما معناها العلامة هنا، معناها انه نل ابل. ايش معنات نل ابل؟ يعني ممكن يقبل النل وممكن يقبل غير نل، يعني اما نل او غير نل. واضح؟ يعني اما بينه بيانات او يكون نل فارغ. فقط وضعت هاي العلامة وانتهى الامر. فحاليا اذا تيجي تطبع تقول له print name dot ايضا length نفس الشيء بهذه الطريقة. شوفوا ايش يقول لك، يقول لك لازم هنا هذا هذا نلابل، لازم تخلي العلامتين هنا نوت نل حتى يخليك تطبع. واضح؟ لان هذه اللينث قلنا ما تقبل الا نوت نل، فهون تخلي نوت نل لازم. بعد ما خليته هنا حميته، فقط خليتها العلامتين انتهى حاليا يطبع. شوف فقط خليتها العلامه اللي هي نلابل، وهنا خليت نوت نل حتى يعرف انه هذا نوت نل. شوف هذه فقط عوضتك عن هذا كله. جاب. واضح؟ هاي النل سيفتي. اتمنى يكون هذا واضح. طبعا انت ممكن تختار الجافا وتختار الكوتلن، لكن هذه الميزات انا عرفتها قدامك وانت حر. اللي ما يعرف الجافا راح يشوف الفرق هنا بين الجافا وبين الكوتلن. اذا كنت تعرف الجافا انت فانت تعرف المفروض هاي الفروقات، لكن هنا رايت المميزات الموجودة بالكوتلن اللي تختلف عن الجافا اللي ما كنت تعرفها انت. فاتمنى يكون هذا الدرس مفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.